ابني مزوق، نام بالوقت المناسب. لازم نروح مشوار. لوين؟ بس نروح، بتعرفي. ليش هيك عملت؟ قصدي شقيت الورقة ليش؟ أنا قلت يلي عندي، سكرنا على الموضوع، خلينا نمشي قبل ما يفيق. يلا. طيب أنا جاهزة. رح خبر مليكة أنه طالعين. خبرتها. شو عم يصير؟ رح يجنني. ليش عم يدافع عنا مع انه شافها بعيونه؟ يا الله، مو معقول. يعني معقول يكون بحبها؟ ايه بحبها مبينه. شو عم قول؟ اذا لزمك شي هلا اكيد بدك تحضري حالك مشان العرس، فخلي البطاقه معك لمصروفك الشخصي. شو؟ لا ما في داعي، ما رح اخدها. ليش ما تاخديها؟ اصلا هن مفكريني طمعانه فيك. معلش انا بدبر حالي، مخبيه مبلغ صغير. شكرا كثير، عن جد شكرا. لا تفكري بحدا هلا، خدي البطاقه وجيبي كل شيء بيلزمك. لوين اجينا؟ شركة للأعراس، هن اللي بيتكفلوا بتنظيم العرس من الألف للياء. يعني بدك تعمل عرس كبير؟ أنا ما بعرف، أنت رح تقرري. أهلين أستاذ أمير. أهلين فيك. كنا بانتظارك. فريدة هي العروس. تشرفنا أنسة فريدة. تسلم. بدي إياها هي اللي تختار كل تفاصيل العرس، وكل شي بتحلم فيه لازم يتحقق. أكيد ما تاكل هم أبدا. أنا بس بدي نبهك، إذا عودت على كل هالدلال بكرة ما عاد فيك تغير العادة. حتى له، بدي كل شي يكون على ذوقها. تفضلي لنبلش. حكينا بالموضوع، نعمل كتب كتاب بسيط لو سمحت. بعرف، بس هذا حلم كل بنت. عنا كل شي بخص العرس، من الفستان لأصغر تفصيل. تفضل. في كتير تفاصيل لازم تاخدوا قرار فيهم. الأستاذ أمير جايبك قبل العرس بفترة قصيرة، لهيك يمكن تنضغطي هالفترة، بس النتيجة رح تعجبك. أول شي بدنا نختار المكان. هاي الأماكن كلها منتعامل معها بالعادة، وإذا في ببالك مكان محدد خبريني. مشان الفستان هلأ صار كتير صعب إنك تفصلي لأنه الوقت ضيق، لهيك بدك تختاري جاهز. فيك تختاري من هدول. ومشان الضيافة هلأ رح فرجيكن عينات، وعنا كمان كتالوج للمجوهرات، بس عائلة طارهون عندهم أحلى المجوهرات، يمكن تكون حابة تلبس منهم.
فرجيها اللي عندي. ما في داعي لكل هاد لو سمحتي، اصلا ما بعرف عن جد، ما فيني اختار منهم اي شيء. يمكن لازم تطلع تشم شوية هواء. صح، مو غلط. طيب خلينا نطلع نشم شوية هواء ومنرجع، بتكوني ريحتي، شو رأيك؟ اي يا ريت.